السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ذاكرنا اللي فات ولا لأ؟ علشان الناس اللي بتهمل كده وبتتفرج وخلاص، عايزين نعرف ان احنا لازم يا جماعة نذاكر اللي بناخده ونراجع الفيديو كذا مرة علشان يثبت معانا. وياريت كده نعمل لايك، سبسكرايب، نكتب في الكومنت اي حاجة يا جماعة انتوا عايزينها، اي قاعدة عايزينها، علشان احس كده ان في متابعة وفي تواصل بيننا. احنا وصلنا في الصوتيات لحرف ال كان اخر حرف هنشتغل فيه، وقلنا يا جماعة الفويس او الصوتيات دي من الحاجات المهمة جدا. ما بدأتش بجرامر او بدأت بقواعد او كده، علشان انا عايزة الاول نتعلم نقرأ انجليش صح، نتكلم انجليش صح، وبعد كده نبتدي نتكلم مع بعض، نتعرف على بعض ازاي، نعرف انت مولود فين، انت ساكن فين، اسمك ايه. الحاجات دي مهمة جدا قبل الجرامر، وبرضه هندخل في قواعد جرامر بعد كده. وتعالوا علشان الوقت ونشوف اول حرف هناخده النهاردة حرف ال. وحرف ال يا جماعة بيتعامل معاملة حرف اللام في اللغة العربية، يعني ملوش اي فويس، هو وان فويس بس. حرف اللام ال 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 ال. حرف ال لو جه بعديه قبليه ايه، لو جه قبليه ايه بيبقى فيه فويس او زي بال، قال، طال. وتعالوا نبتدي نعرف كلمات على حرف ال، وياريت اول مرة تسمعي الفويس من غير ورقة وقلم، وبعد كده في المرات اللي بعد كده نبتدي نسجل ونعرف ونحفظ. اهم حاجة الحفظ اهم حاجة، علشان هناخد بعد كده جمل، مش هنقف عند كلمات. فتعالوا ناخد كلمات على حرف ال، وقلنا حرف ال بينطق لام في اول الكلمة، في وسطها، في اخرها، هو ال. ال زي كلمة بول، 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 بل، 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 دل، 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 فيل، 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 تابل، 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 لج، لج، لاين، لاين، لاين. في ناس بتنطقها ليون غلط، لايون، ليون، لايون. الكلمات دي غلط يا جماعة النطق، احنا بننطق اول حرف من الحروف الساكنة بس، من الحروف المتحركة بس، ما بننطقش الحرف التاني، ودي هناخدها اساسا في الفاول. ليف، ليف، اللي هي ورقة الشجر، ليف، ليف. لاج، لاج، لاج. لد، لد، لد. ليزارد، ليزارد، ليزارد. طب قلنا ان حرف الاي لما بيجي بعديه ال بيطلع فويس تاني والال بتبقى سايلنت. يعني يا مس لما بيجي لي كلمه زي كلمه بول، انا مش بنطق ال الاولى احنا بننطق ال الثانيه بس، لان الاي ال، الاي ال بتاخد فويس تشاك اللي هو التباشير، تشاك، تشاك. طال، طال، طال. بول، بول، بول. كول، كول. مول، مول. هول، هول، هول. يبقى كده خدنا الفويس بتاع حرف ال، واظن سهل وكلماته سهله جدا ونقدر نحفظها بكل سهوله. عايزين بس تكرار علشان نحفظ. تعالوا ناخد حرف الام، وحرف الام بيعامل حرف الميم، يعني محمد اولها ام، مجدي اولها ام، يبقى الام دي اللي هو حرف الميم في اول الكلمه، في نص الكلمه، في اخر الكلمه، هو حرف الميم. زي كلمة مان، مان، مان.
ماوس ماوس ماوس. ملك ملك ملك. مونكي مونكي مونكي. مون مون مون. موب موب موب. لامب لامب لامب. سموك سموك سموك. كم كم كم. هوم هوم هوم. سمول وجت قاعدة الـ ال اهي. سمول سمول مش سماء لا سمول سمول. فارم فارم. يبقى الام هنا جت في الاول جت في النص جت في الاخر بتعامل معاملة حرف الميم. طب تعالوا للحرف اللي بعد كده ان. واتفقنا ان الحروف اللي اولها ا ا فاكرين اف ال ام ان. ما نقولش ان غلط ان كده انت دخلت في حرف الان اللي هو حرف من حروف الجر. يبقى لو نطقت الحرف ده ان يبقى انا كده غلط. اسمه ان ان. وحرف الان هو حرف النون في اللغة العربية. النون سواء في اول الكلمة او في اخر الكلمة او في وسط الكلمة. الان لو جيه الفويس بتاعه ان ان زي نوز نوز نوز. نست نست نست. نمبرز نمبرز نمبرز. ناب ناب ناب. نتس نتس نا نا نتس. مان مان مان. مونكي مونكي مونكي. انت انت انت. بن بن بن. بنسل بنسل بنسل. يبقى خدنا حرف الان وقلنا بينطق في اول الكلمه او في اخر الكلمه او في وسط الكلمه نون ملوش فويس تاني. وتعالوا ناخد الحرف اللي بعديه وهو حرف الاو. الاو من الحروف المتحركه او الحروف الشائيه او حروف العله. اي اسم من ده يعجبك اختاره. يعني سيبك من الاسماء المهم نفهم فويس الحرف. الاو من الحروف اللي ما تمدش فيها او لا، لان بعد كده هناخد اللونج فاول والشورت فاول وهتعرف امتى امد الاو وامتى اخدها ما نو افتحها مش اضمها قوي. وتعالوا ناخد كلمات وخدوا بالكم قوي وانتوا بتسمعوني، ويا ريت تردوا ورايا ما نتكسفش. زي ما انا بقول كده انتوا تقولوا ورايا. عندنا كلمات هي فيها وحاجه دي اسمها شورت او يا جماعه، يعني فيها او او واحده مش او واي مش او واي. زي كلمه موب موب موب. لوب لوج لوج. مونكي مونكي مونكي. اورانج اورانج اورانج. اونيون مش اونيون مش اورانج لا أورانج أورانج. أنيون أنيون أنيون. أوفيس أ أ مش أو أوفيس أوفيس. ده اسمه يا جماعة لما بتيجي الأو لوحدها في الكلمة من غير حرف متحرك تاني. أمال لو جالي دبل أو أو جالي أو وإيه بننطقها أو بتظهر زي مون مو مو مو. مون مون مون. لوك لوك لوك. هوك هوك هوك. بوك بوك بوك.
كوت 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 بوت بوت بوت. لاحظنا هنا لما جالي دبل او 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 و اي بنطلع بن بن بنطلع فويس الاو مو لو بو. تعالوا ناخد بعد كده الحرف اللي بعديه واخر حرف النهارده حرف البي. حرف البي وحرف البي يا جماعه ده اسمه البي التقيله. هل هو حرف الب؟ لا. امتى اعرف البي التقيله من البي الخفيفه؟ البي التقيله اسمها بي بي، في هوا بيطلع من بقي. يعني لما اجي اقول بن 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 بن، لكن لما اجي انطق البي الخفيفه بك 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 البه طلعت بك. باسكت بول با با باسكت. خدنا بالنا من الفويس بتاع البي دي اسمها بي بي بي. بن بن كلنا عارفين الكلمة دي واخدينها 50 مرة. بن اللي هو القلم الجاف. بن 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 بن. بيتزا بيتزا بيتزا. بيتش بيتش. وهتلاقوا في كلمات بالبي يعني بيتش دي زي بيتش دي، بس دي يعني شاطئ ودي يعني خوخ. بيتش بي بي بي. بيربل بيربل بيربل. بينك بينك بينك. وكده نبقى خلصنا الفويسات النهارده وعرفنا 5 حروف بالفويس بتاعهم. ياريت يا جماعة نراجع كتير ونرجع للفيديوهات ونسمع مرة واثنين وتلاتة، لان ده اللي هيخلينا بعد كده نتكلم بسرعة في الانجليش، نعرف نتكلم زي الاجانب كده ما بيتكلموا، ما بقاش حاسس ان انا وانا بتكلم مكسوف، لان هتعلم الصوتيات صح. اهم حاجة ان انا اتعلم انطق واطلع الحرف صح. يا ريت كده اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل ويكتب اي تعليق في الكومنت ويعمل سبسكرايب. الى اللقاء واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. سلام.